ضمعني يحس بالام دحين مناعته صفر اليوم ما كان ما نفعل له ابره تحت الجلد يقول لك ما تديلوش علاج شو يعودوا على مرور ايامات مش يشفع له علاجات الا حق السرطان اهلا اهلا ولا 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 الا ها ايه بالنسبة للمريض الطفل المدين أحمد حسن وصل إلينا في تاريخ 18/12/2019 يعاني من حمى متكررة نقص في الصفائح الدموية نقص في الدم ارتفاع في خلايا الدم البيضاء شخص على أنه يعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد بعد عمل فحص نخاع العظم ففي معي انا شاب طبعا توقف عن اخذ العلاج بعدم القدره على الوصول الى مدينه تعز نتيجه الصعوبه ونتيجه عدم توفر الجانب المادي عدم توفر الماده لديه من اسره فقيره لا يجد جلست انا والمريض اكثر من مره قال لي يا دكتور لا استطيع ان احضر شهريا قد كان احضر في الشهر لا استطيع ان احضر توقف فتره رجع في حاله انتكاسه في حاله انتكاسه مرضيه جديده يوجد في مركز الأمل حوالي 7763 حالة مقيدة في مركز الأمل هناك 723 حالة إصابة جديدة خلال عام 2019 أيضا هناك 120 حالة تتردد على مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بصورة يومية تحتاج إلى خدمات إلى أدوية إلى أجهزة تشخيصية إلى عناية طبية نحن نناشد العالم ونناشد كل الجهات والمنظمات الإنسانية لمد يد المساعدة في تأثيث وتجهيز مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية وفي دعم الخدمات التي يحتاجها مريض السرطان من الأدوية من التدخلات الأخرى الجراحية والإشعاعية التي يعني التي يحتاجها مريض السرطان لتخفيف معاناته والرفع من نسبة شفائه.